مرحبا جميعا. مرحبا جراندبا بيج. مرحبا جراني بيج. بولي متحمسة لإجازتها مع بيبا وجورج. أهلا يا بولي. أهلا يا بولي. الببغاء بولي تقلد كل شيء يقال. ماذا يوجد في حقيبة بولي؟ هذا طعام بولي. جورج، فلتخمن ماذا تحب أن تأكل بولي؟ كعكة شوكولاتة. لا، ليس كعكة شوكولاتة. بولي تحب الحبوب. حبوب. أيمكنني إطعامها؟ أيمكن ذلك؟ أجل، من المهم ألا تعطي بولي طعاماً كثيراً. أجل جراندبا بيج. جدي، أيمكنني إخراجها من القفص؟ أجل، لكن عليك غلق كل الأبواب والشبابيك حتى لا تطير بولي بعيداً. أجل يا جراندبا بيج. إلى اللقاء بيبا. إلى اللقاء جورج. إلى اللقاء يا جدتي. إلى اللقاء يا جدي. إلى اللقاء يا جدتي. إلى اللقاء يا جدي. أتودين كوبا من الشاي؟ أتودين كوبا من الشاي. جورج أحضر حبوب بولي. جورج، هذه حبوب كثيرة. هكذا ستكبر بولي جدا ثم تنفجر كالبالون بوب. تنفجر كالبالون بوب. ما هذه الضوضاء؟ مثلجات. مثلجات، مرحى. يا إلهي، نسي جورج إغلاق الباب. أبي، لماذا تستلقي هكذا على الأرض؟ هذه أفضل طريقة لرؤية النجوم. انظرا للنجوم الصغيرة، كأنكما توصلان النقاط. هذا يدعى الدب الأكبر. نعم، وتلك النجمتين في النهاية تشيران إلى النجم القطبي. واو، النجم القطبي، النجم القطبي، هل أنت قريب أم بعيد؟ أنا زوره في الظلام الشديد. لا يا بيبا، هذه النجوم بعيدة جدا. هل هي أبعد حتى من الشاطئ يا أبي؟ أوه نعم، لكنها تبدو أقرب بكثير عبر التلسكوب. وهل لدينا هذا التلسكوب؟ لا، لكن جرانبا بيج لديه تلسكوب جيد. هل يمكننا الذهاب إلى منزل جدي الآن؟ الوقت متأخر جدا. ربما يمكننا الذهاب هذه المرة فقط. مرحى. إنها المرة الأولى التي يخرج جورج وبيبا بالسيارة ليلا. انظروا، إننا نتبع النجم القطبي. النجم القطبي، النجم القطبي، يشع لمعانا وبريقا، أرجوك لترنا الطريق. وصلت بيبا وجورج إلى منزل الجدة والجد. يا إلهي، آمل ألا يكون قد خلد إلى الفراش ونام. ماذا تفعلون هنا في هذا الوقت؟ نريد رؤية النجوم. بيبا وجورج يأملان أن ينظر عبر تلسكوبك. فهمت، حسناً، هيا بنا إلى سطح المنزل. ها هي أمامكم. انزلق بيدرو وفقد نظارته. أين نظارتي؟ بدون نظارة بيدرو لا يرى. جورج وجد نظارة بيدرو. جورج المضحك، تفضل. أشكرك. بيدرو، لما ترتدي هذه النظارة؟ أنا أحتاجها كما قال أخصائي العيون. من هو أخصائي العيون؟ إن أبي أخصائي عيون، يفحصك ليرى إن كنت ترى بوضوح. كيف؟ هل يرى ما بداخل رأسك؟ يقوم بفحص العيون. أتريدين أن أفحص عينيك؟ أجل، فلتفحص عيني. حسناً. مثير للاهتمام. أغلقي عيناً
وقولي لي ماذا ترين؟ أنا أرى جورج. الآن أغلقي عينيك. الآن أنا لا أرى أي شيء. لا ترين أي شيء. أمر مثير للاهتمام. أنت تحتاجين لنظارة. أوه، حقاً؟ نعم. بيدرو، وقت الرحيل. إلى اللقاء يا بيدرو. ناي. إلى اللقاء. أمي، أحتاج لنظارة. ماذا؟ بيدرو قام بفحص عيني وأنا أحتاج نظارة. عيناك سليمتان يا بيبا. لا يا أمي، عندما أغلق عيني لا أرى أي شيء تماماً. بيبا وعائلتها وصلوا منزل كلوي. مرحبا. أهلا بالجميع. مرحبا بيبا وجورج. هذه كلوي ابنة عمي بيبا وجورج. لكن أين ابن عمنا الجديد؟ ها هو ابن عمكم الرضيع؟ أوه. ابن العم الجديد هو رضيع صغير. أوه، إنه طفل جميل. أهي فتاة رضيعة؟ لا، إنه صبي. أوه، تمنيت لو كانت فتاة. أنا أيضاً. جورج سعيد لأن الرضيع صبي. ديناصور. الرضيع صغير على اللعب بالديناصورات. جورج، الطفل الرضيع لا يريد اللعب معك، بل يريد اللعب معي أنا. بيبا، إنه صغير جداً على اللعب بالكرة. لكن إن لم يستطع اللعب بالديناصور أو هذه الكرة، ما الذي يفعله؟ إنه يأكل وينام ويفعل هذا. أنتي بيج، هل يمكنني حمل الطفل؟ أجل، إن توخيت الحذر يمكنك حمل ألكساندر. ألكساندر؟ هذا اسمه، الطفل ألكساندر. يا له من اسم كبير على طفل صغير. إنه لطيف بالرغم من أنه صبي. أوه، ما هي تلك الرائحة؟ ربما سنغير حفاضة ألكساندر. هذا مقرف. بيبا، عندما كنت طفلة ارتديت الحفاضات. أنا لم أفعل. أمي، ألعب مع جورج وبيبا بالحديقة؟ أجل. أطفال، انتباه من فضلكم، اليوم سنذهب في جولة إلى الجبال. مرحبا. أحضرتم وجبات خفيفة؟ أجل سيدة غزال. سيدة غزال، أيمكننا تناول وجباتنا الآن؟ بيبا، سنتناول وجباتنا عند الوصول. بيبا، ماذا أحضرت كوجبة خفيفة؟ تفاحة حمراء. لدي تفاحة خضراء. هيا نتبادل. حسناً. بيبا، سوزي، ماذا تفعلان؟ سوزي قالت لي أن أفتح علبة وجبتي. بيبا قالت لي أن نبدل تفاحنا. لا بأس، لكن وفر بعض الطعام للنزهة. حسناً سيدة غزال. الحافلة وصلت أسفل الجبال. طريق الجبل وعر جداً. هيا يا حافلة، ستفعليها. هيا يا حافلة، مرحبا. بيبا وأصدقاؤها وصلوا قمة الجبل. انظروا إلى هذا. رائع 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 رائع. من قال هذا؟ إنه صدى صوتك. وما هو صدى الصوت؟ الصدى هو الصوت الذي تسمعينه عندما تتحدثين عالياً بالجبال يا بيبا. ها 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 هي هو، ها 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 هي هو، ها 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 هي هو. ها ها هي هو، ها ها هي هو، ها ها هي هو. الصدى ممتع. البط يريد الخبز. متأسفون، ليس معنا أي خبز اليوم، لكن لدينا شيء ممتع أكثر. أحضرت بيبا قاربها اللعبة، وأحضرت جورج قاربه اللعبة.
لندور مؤقت قاربك. قارب جورج يعمل بمؤقت. أسرع يا جورج، ضع القارب في البركة قبل أن ينتهي المؤقت. جورج يحب قاربه ذا المؤقت. يا أمي، أتدورين لي المؤقت؟ قاربك لا يحتاج للتدوير. إن قارب بيبا بشراع، الرياح تقوم بتحريكه. أنا لا أحب قاربي، إنه لا يفعل أي شيء، لأنه لا يوجد أي رياح اليوم. يحتاج بعض المساعدة. شهيق، زفير، سأنفخ قاربك ليتحرك. مرحى. لقد تحرك بسرعة. بيبا تحب قاربها الشراعي. هذه صديقة بيبا، الحمل سوزي. مرحبا جميعا. أهلا يا سوزي، نحن نلعب بقواربنا. أحضرت قاربي سريع. أيعمل بمؤقت؟ لا، إنه ببطاريات. يحتاج قارب سوزي بطاريات ليتحرك. أوه. القارب السريع رائع. آسفة سيدة بطة. أجل. مرحبا، هذا أنا دادي بيج. مرحبا دادي بيج. أضغط على الزر أيضا؟ بالطبع يا بيبا. أجل، هذه أنا. أهلا أنا، هيا. مكتبي في الطابق العلوي، علينا أن نصعد بالمصعد. أيمكنني الضغط على الزر؟ أظن أنه دور جورج. اضغط على الزر الأعلى يا جورج. سيأخذ المصعد بيبا وجورج ودادي بيج لطابق عال جداً. واو! الطابق العلوي، ستفتح الأبواب. هذا هو مكتب دادي بيج. مرحباً جميعاً. مرحباً دادي بيج. مرحباً بيج. سيد أرنب وسيدة قطة يعملان مع دادي بيج. لقد أحضرت زائرين مميزين معي اليوم، بيبا وجورج. لقد تشرفت. هيا لنبدأ الجولة. سيد أرنب، أيمكننا البدء بمكتبك؟ بالتأكيد يمكننا. وظيفتي تتعلق بالأرقام، أحصل على أوراق مهمة جداً، ثم أخذ طابع الختم وأقوم بختم الأوراق. واو! وظيفة سيد أرنب رائعة جداً. هل أختم بعض الأوراق؟ بالتأكيد سأجد لك بعض الأوراق. لقد وجدت البعض. ربما سنستخدم أوراقاً أخرى، تفضلي. تحب بيبا استخدام الختم. أحب القيام بوظيفة السيد أرنب. لنكمل الجولة. التالي أهلاً بيبا. أهلاً يا سوزي. هذا صديقي الجديد، الأسد ليو. أين هو؟ لا يوجد أحد. اختلقت سوزي صديقاً خيالياً. ألا يمكنك رؤيته يا بيبا؟ هيا لنلعب بالكرة. حسناً، دورك يا ليو. تلقي بيبا الكرة لصديق سوزي الخيالي. ليو لا يمكنه مسك الكرة. بل يمكنه، إنه فقط لا يحب اللعب بالكرة. ماذا يحب أن يلعب ليو؟ إن ليو يحب الزئير. وهل سوف يزأر الآن؟ أجل. رار. ألم يكن هذا أنت؟ لا، كان هذا ليو. أهلا يا ليو. بيبا تتظاهر أنها ترى الأسد ليو. ليو، أيمكنك أن تصبح صديقي أيضا؟ ماذا قال لك يا سوزي؟ إنه يومئ برأسه. هذا يعني أجل. بيبا، سوزي، أتودني الحصول على كعكة الفواكه؟ لدى مامي بيج قطعتان من كعكة الفواكه لبيبا وسوزي. أمي، سوزي لديها صديق خيالي يدعى الأسد ليو. حسناً، وهل يحب كعكة الفواكه؟ ليو يحب كعكة الفواكه. لا تكوني سخيفة يا بيبا، إن هذا لم يكن ليو، كان هذا أنت.
الثدي يفضل كعكة الشوكولاتة. ليس لدي بالشوكولاتة. أيتناول ليو بالفواكه؟ سوف يجرب قطعة صغيرة. مامي بيغ تعطي قطعة لصديق سوزي الخيالي. هل صعد الجميع؟ أجل أيها القبطان، هيا لنبحر. نراكم لاحقا. نراكم لاحقا. بيبا وكل أصدقائها يرتدون سترات النجاة. جورج، يمكنك ارتداء قبعة القرصان. اليوم سنبحر إلى جزيرة القرصان. لو كنا محظوظين قد نجد كنزاً مدفوناً. يبدو أن جزيرة القرصان مكان رائع. ها هي الأرض. لقد وصلنا جزيرة القرصان. مرحبا. ما هذا؟ إنه كاشف للمعادن. إنه يجد الكنز المدفون. جرانبا بيغ يستخدم كاشف المعادن ليبحث عن الكنز المدفون. أها! لقد وجد كاشف المعادن شيئاً. هيا نقم بالحفر. إنها عملة صغيرة. كنز! مرحبا! هيا لنجد المزيد. أها! لقد وجدنا شيئاً آخر. يبدو كبيراً. غير معقول، هذه القطعة من الكنز ثقيلة بعض الشيء. يا إلهي، هذا ليس كنزاً مدفوناً، هذه عربة تسوق قديمة. لنكتفي من البحث عن الكنز. من يساعد في بناء قلعة رملية كبيرة؟ أنا. إنها فكرة جيدة جراني بيغ. سأذهب لتفقد القارب. جراني بيغ ستساعد الأطفال في بناء قلعة رملية كبيرة. تحب بيبا التقليب. جورج يريد أن يجرب. حسناً يا جورج، كفى تقليباً. هكذا كعكة الشوكولاتة. مرحبا. والآن سنقوم بإنضاجها في الفرن. أمي، هل ألعق الملعقة؟ يمكنك لعق الملعقة وجورج لعق الصحن. بيبا وجورج يحبان مزيج كعكة الشوكولاتة. دادي بيغ يفوته المرح. أمي، هل أتصل بأبي في عمله وأهنئه؟ إنها فكرة لطيفة. هنا المكتب حيث يعمل دادي بيغ. مرحباً، معك السيد أرنب. أيمكنني محادثته؟ دادي بيغ رجاءً. مكالمة يا دادي بيغ، يبدو شيئاً مهماً. مرحباً، دادي بيغ يتحدث. عيد ميلاد سعيد يا أبي. عيد ميلاد سعيد. شكراً يا بيبا. لا تتأخر يا أبي. حسناً، وداعاً. إلى اللقاء. عيد ميلاد سعيد يا دادي بيغ. شكراً لكما. تبقى شيء واحد لنفعله قبل عودته. أجل، مفاجأة عيد ميلاد أبي. شش. جورج، فهل تتذكر أن هذا سر؟ بيبا وجورج معهما دلاء من المياه. مامي بيغ معها بالونات. ترى ما هي مفاجأة عيد ميلاد دادي بيغ؟ وصل أبي. هيا إلى المنزل. عاد دادي بيغ من العمل. إنه ليس سباقاً بيبا، نحن فقط نتجول بالدراجة. أجل يا أبي، أنا ما زلت الفائزة. الآن نحن الفائزون. لا أحب القيادة صعوداً. بيبا، لقد فزنا بالسباق. لا، لم تفعل يا أبي،
لأني لم أكن أسابق هذه المرة فعلاً، لكن الآن أفعل. لن تلحقني. يا لك من طفلة مخادعة. أهلاً يا بطاط، نحن نتجول بالدراجات. أهلاً يا بطاط. كنت أنسى كم أحب الدراجات. كنت أنسى كم أكره القيادة لأعلى الجبل. الأرض منحدرة بعض الشيء. لا أحب القيادة لأعلى الجبل، لكن انظروا للمنظر الجميل. يا إلهي، هذا عمل شاق. مامي بيج، توقفت عن التبديل. آسفة، كنت أستمتع بالمنظر. بيبا وعائلتها وصلوا لأعلى الجبل. كل أصدقاء بيبا هنا. أهلاً بيبا. مرحباً. سوف نتسابق بدراجاتنا. بيبا، أتريدين التسابق أيضاً؟ حسناً، طالما أننا سنتسابق أسفل الجبل. حسناً. بيبا وأصدقاؤها يتسابقون لأسفل الجبل. أنتم مستعدون؟ مستعدون. يمكنكم البدء بعد الضغط على البوق، هكذا. بيبا وجورج ينهيان فطورهما. ما هذه الضوضاء؟ سيد ثور عامل النفايات. أهلاً سيد ثور. مرحباً جميعاً، علي الذهاب. سأجمع القمامة. وداعاً. وداعاً. أفرغ سيد ثور صندوق القمامة. جيد، هيا لننظف مكان الفطور. هل نساعد يا أمي؟ أجل يمكنك. لنرمي الزجاجة الفارغة في القمامة. بيبا، توقفي. ماذا؟ نحن لا نضعها في صندوق القمامة، يمكن إعادة تدويرها. ماذا يعني هذا؟ الأشياء التي لا تستخدم ثانية نضعها في صندوق القمامة للسيد ثور. لكن الأشياء التي تستخدم ثانية نضعها في صناديق إعادة التدوير. الصناديق الحمراء للصحف، والزرقاء للعلب الصفيح، والصناديق الخضراء للزجاجات. بيبا، لديك زجاجة، في أي صندوق ستضعينها؟ في الأخضر. أجل. هذا ممتع. الآن حان دور جورج. أتجد صحيفة للصندوق الأحمر؟ جورج يريد إعادة تدوير صحيفة دادي بيج. أنا لم أنتهي من صحيفتي بعد يا جورج، خذها بعد دقيقة. حسناً، تفضل يا جورج. توضع الصحيفة في الصندوق الأحمر. بعد أن قمنا بجمع الأشياء سنذهب لمركز إعادة التدوير. مرحى، هيا بنا. هيا البس العوامات. تفضل جورج، عوامات أذرعك تجعلك تبدو أكبر. دوري. جيد، الآن يمكننا النزول في الماء. مرحى. إنها أول مرة لجورج في حمام السباحة. لما لا تضع قدماً واحدة في الماء؟ فلتجرب القدم الأخرى. يمكن لجورج وضع القدمين في نفس الوقت. فكرة جيدة. أحسنت يا جورج، لكن ليس عليك رش كل هذا الماء. ها هي الأرنبة ريبيكا مع أخيها الصغير الأرنب ريتشارد. أهلاً ريبيكا. مرحباً جميعاً. ريتشارد، تمسك بهذه العوامة لتتمرن على تحريك قدميك. جورج، استعمل هذه لتحريك قدميك. جيد جدا، لكن حاول ألا ترش الماء. الأطفال الكبار لا يرشون. نحن بارعتان جدا في السباحة،
عندما يكبر جورج وريتشارد سيستطيعان السباحة مثلنا، صحيح يا ريبيكا؟ أجل. أوه، ريتشارد لديه لعبة رشاش. توقف يا ريتشارد. أوه يا إلهي، أسقط ريتشارد رشاش الماء في حمام السباحة. جورج لا يحب ارتداء قبعة المطر. جورج، عليك ارتداء قبعتك. لماذا؟ لأنه عليك أن تظل جافاً. لماذا؟ كي لا تصاب بالبرد. لماذا؟ جورج، أتريد اللعب في الحديقة؟ إذاً لا تخلع قبعتك. هيا يا جورج. بابا وجورج سيقفزان في برك الطين. جورج لا يريد ارتداء قبعة المطر. بابا! جورج! عودا للداخل! إن المطر كثيف جداً، لا يمكن اللعب! أوه يا جورج، أين قبعتك؟ أتشو! أصيب جورج بالبرد. أتشو! أوه جورج المسكين، لا تبدو على ما يرام. لا تقلق، سأهاتف دكتور براون الدب. دكتور براون الدب يتحدث؟ حسناً، ضع جورج بالفراش وسوف آتي على الفور. أشكرك يا دكتور براون الدب، إلى اللقاء. هل سيذهب جورج إلى المستشفى ويأخذ أدوية علاجية؟ لا، جورج عليه الذهاب إلى الفراش. أوه، إذن جورج ليس بالفعل مريضاً حقاً. إن هذا مقرف جداً. أوه جورج المسكين، هيا إلى الفراش. جورج، امكث في الفراش لبعض الوقت. لا، جورج لا يريد أن يبقى في الفراش. أتشو. جورج، إلزم الفراش حتى تشعر بتحسن. لماذا؟ لأنه عليك البقاء دافئاً. لماذا؟ السيد حمار وحشي يشاهد التلفاز. هذا أفضل. كنت أشاهد هذا، لكنه ممل يا أبي. إن والدك سيخلد إلى النوم الآن، سيوزع البريد مبكراً. حسناً، اقتراح جيد. ناموا مبكراً. طابت ليلتك. بابا وأصدقاؤها يدخلون في أكياس نومهم. شقيقتا زوي التوأم زوزو وزازا تريدان الانضمام لحفلة المبيت أيضاً. حفلة المبيت للفتيات الكبيرات فقط. أوه، لطيفتان وصغيرتان، هل نبقيهما؟ بالتأكيد، لكن عداني أن تظلا مستيقظتين. نعدك. واو، بيانو. أتعلم عزفه. اسمعن. تلألئي تلألئي أيتها النجمة. أيمكن أن أجرب؟ وأنا تلألئي تلألئي أيتها النجمة كم أتسير الماتي. شوش، ابقوا هادئين لينام السيد وحمار وحشي. إلى أكياس نومكم رجاءً. ماذا سنفعل الآن؟ في حفلات المبيت ثمت وليمة في منتصف الليل دوماً. ما هي وليمة منتصف الليل؟ نأكل طعاماً في الخفاء. أنا أعرف أين الطعام، لكن يجب علينا أن نتسلل. سوزي. بابا. هدوء.